لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا وعلومنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا تطبيقها والعمل بها على النحو الذي يرضيك عنا يا كريم. إذن في الأسبوع الماضي تقريبا انتهينا من الحديث عن إن وأخواتها أو الأحرف المشبهة بالفعل أو الأحرف الناسخة. بقي عندنا فصل طريف وظريف اليوم إن شاء الله نريد أن نكمله، وهو حالات تخفيف النون من إن وأن وكأن. هذا الفصل. طبعا قبل اعتدنا قبل البدء بالدرس الجديد أن نراجع أبيات الألفية. اليوم سنبدأ من بداية بحث إن. قال الناظم: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. كإن زيدا عالم بأن كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا ككسري. فاكسر في الابتدا وفي بدء صلة. وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل. حال كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي. مع تلو فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. نعم. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولا من دون إن من دون ليت ولا عند وكأن. أحسنت، بارك الله فيك. وصلنا إلى بارك الله فيك. الدرس الماضي أنا عندما بدأت يعني في القسم الثاني من أحرف الناسخة ذكرت تلخيصا للدرس الذي قبله، فبدأت بالفارق بين إن وكان. نحن ذكرنا في الدرس الأول أن هناك ثلاثة فروق بينها. ففي الحصة الماضية نسيت واحدة منها، أعيد الفروق الثلاثة حتى تتضح الرؤية. قلنا أول فرق أن كان وأخواته هي أفعال باتفاق، وسميت أفعال ناسخة أو ناقصة ذكرنا السبب وهي أفعال، بينما إن وأخواتها فهي حروف، واضح باتفاق. الفرق الثاني هو في العمل، هذا الذي نسيناه هو في العمل. كان ترفع الأول وتنصب الثاني، بينما إن تعكس العمل، تنصب الأول وترفع الثاني. الفرق الثالث وهو مهم جدير جدا، هو قلنا إن فيه خبر كان يجوز له التأخير وهو موطنه الأصلي بعد الاسم، ويجوز له التوسط بين كان واسمها، كما يجوز له أن يتقدم على كان مع اسمها. بينما خبر إن يجب تأخيره، يعني التزام في الأصل ما لم اسمها، بين إن واسمها فقط. واضح يا أخي؟ أما أن يتقدم على إن فهذا غير جائز باتفاق، سواء كان ظرفا جارا مجرورا أو كان غير ذلك. واضح يا أخي؟ إذا اليوم إن شاء الله سندخل في البحث الجديد، وهو تخفيف النون من إن وأن وكأن. يعني بدل إن نقول إن، وبدل أن نقول أن، وبدل كأن نقول كأن. لنلاحظ في هذا الباب الجديد أو الطريف ماذا يحدث إذا خففت النون.
هل يبقى العمل، هل يبقى المعنى قائما وهو التوكيد في إن وأن، أم يذهب، أم هناك لبس بينها وبين خيرها؟ هذا ما سنشرعه اليوم أو نشرع به اليوم في هذه الأبيات السبعة المتبقية من هذا البحث. من يريد أن يقرأ علينا اليوم؟ هل هناك قراء جدد يريدون أن يبدأوا بالقراءة؟ أقرأ سيدي؟ أحد متطوع؟ نعم أقرأ سيدي؟ تفضل ابدأ يا أبا حيان، تفضل قل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبالعلماء العاملين آمين: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وتلزم اللام، أظن وتلزم اللام، نعم وتلزم اللام عندي بالضم يا سيدي، وتلزم اللام. ممكن أن نقول يعني إذا قلنا تلزم اللام أي تلزم إن اللام، أو نقول إذا قلنا تلزم اللام أي تلزم اللام في الكلام، تلزمنا اللام يعني هي الفاعل. نعم سيدي. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أحوال إن المكسورة أنها تخفف في بعض أحوالها. يجب أن نقول من أحوال إن، من أحوال إن، نعم من أحوال إن المكسورة أنها مكسورة نعم أنها تخفف في بعض أحوالها ويقل طبعا عملها ويكثر إهمالها طبعا، وعدم عملها فلها حالتان: حالة إعمال وحالة إهمال، ولكنها في حالة الإعمال لا تلتبس بإن النافية. دقيقة، ولكنها في حالة الإعمال لا تلتبس بإن النافية بالتخفيف. نعم، لا تلتبس بإن النافية، لأن العمل يصونها عن الالتباس، عن الالتباس بها، وتلتبس بها في حالة الإهمال. ولدفع هذا الالتباس اجتربت اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، وهو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. وهو معنى قول الناظم: وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. ربما استغني عن اللام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية. نعم. إن ظهر ما أراده المتكلم معتمدا أو متعمدا في ظهور مراده على قرائن المدح والوصف بالكرم. كقول بعض الشعراء معتمدا يا أخي. معتمدا؟ طبعا. نعم. معتمدا في ظهور مراده على قرائن المدح والوصف بالكرم، كقول بعض الشعراء: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن نعم مالك كانت كرام المعادن. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. هذا الحكم باعتبار الغالب، ومن غير الغالب قد يوصل الفعل غير الناسخ نعم بإن المخففة. ومنه إن يزينك إلا نفسك وإن يشينك لهيا. إن يزينك إلا نفسك وإن يشينك لهية. بارك الله فيك وبكم سيد. الحين نشرع في شرح هذه الأبيات الثلاثة. لاحظ، يقول في البيت الأول: وخففت إن فقل العمل. لاحظ، يجب أن نفرق ما بين العمل وبين المعنى. إن تفيد التوكيد وتنصب الاسم بعدها، فإذا خففت ذهب النصب ولكن بقي التوكيد. واضح يا أخي؟ لو خفت إنها فقل العمل.
إذا لم يذهب معناها هي مخففة ولكنها مؤكدة، أي نقطة مهمة جدا. فمثال أنت تقول مثلا إن زيدا قائم بالتشديد عملت، وهو طبعا قول واحد لا يجوز الإهمال مع التشديد. حين عندما نخفف نقول إن، هل يجوز أن نقول إن زيدا قائم؟ قال نعم يمكن أن تخفف ويبقى عملها، ولكنه قليل، ولكنه قليل. الأكثر أنها إذا خففت أن يذهب العمل، فتقول إن زيد قائم وأنت تريد التوكيد. ولكن هنا يحدث اللبس، عندما تخفف إن إلى إن وتلغي عملها، يعني يبطل عملها، تلتبس بإن النافية. عندنا في القرآن في العربية إن النافية حرف مثلها مثل إن المخففي. إذن كيف أعلم نيتك؟ كيف أعرف قصدك؟ عندما تقول إن زيد قائم، هل أنت تؤكد تثبت أم تنفي؟ واضح يا أخي؟ فهنا قال الناظم وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت يعني بطل عملها مع التخفيف، فيجب أن تضع اللام، فيجب أن تقول إن زيد لقائم. هذه اللام تسمى اللام الفارقة. لماذا؟ قال إنها تفرق بين إن النافية وإن المؤكدة المخففة من إن. حتى الآن كلام مفهوم يا شباب؟ أعيد مرة ثانية. لاحظ بالتشديد العمل واجب، تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت نون فقلت إن، جاز أن تقول إن زيدا قائم، وجاز أن تقول إن زيد قائم. واضح؟ ولكن الأكثر الإهمال، إذا خففت أن يهمل عملها، أن يهمل، أن تهمل يعني يبطل عملها. فإذا أهملتها أبطلت عملها، التبست هنا إن المخففة مع إن النافية، فأنا لا أدري قصد المتكلم، يلتبس الأمر هذا الأصل. فلمنع الالتباس نضع اللام الفارقة، نقول إن زيد لقائم احترازا من النفي، أن تقول إن زيد قائم بمعنى ما زيد قائم. الآن سنلاحظ الشواهد من القرآن على إن النافية، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده. هنا إن نافية ليست شرطية وليست مخففة من إن. حتى الآن هذا البيت الأول، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام، أي دعونا نقول يعني جملة أو تلزم هي اللام أو تلزم اللام إذا ما تهمل. الحين متى يجوز لي حذف اللام مع إبقاء المعنى وإبطال العمل؟ قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. إذا ظهر لك أيها المخاطب القصد من خلال القرائن فيجوز حذف اللام. مثلا لو قلت لك إن السماء فوقنا، إن السماء فوقنا، هل يشك أحد من السامعين أنني أريد النفي؟ أيقول ما السماء فوقنا؟ واضح يا أخي؟ عندما أقول إن السماء فوقنا أصلها إن، إن السماء فوقنا بالتوكيد. أنا أحببت أن أخفف إن فأقول إن، و نقول إذا خفت قل العمل فنقول إن السماء فوقنا. قال هنا المعنى واضح ليس فيه لبس، إذا هنا يجوز حذف اللام أو ترك اللام. هذا قريني، هاي قريني يسموها قرين معنوي. من القرائن الأخرى التي وردت أن الشاعر يبدأ بيته بالمدح والفخر بقومه، فإذا انتهى إلى الشطر الثاني حذف اللام. قالوا لا يعقل أن يكون في بداية البيت أو في أول البيت مادحا ثم ينقلب في آخر بيته وهو يتكلم عن قومه ذاما. البيت الشاهد يقولون نحن أبات الضيم من آل مالك، نحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. طيب هل يعقل أن يقول نحن نأبى الضيم، نحن آل مالك نأبى الضيم، ثم يقول وما مالك
كانت من كلام المعادل؟ قال لا يعقل. معنى نعم مالك من كلام المعادل. التقدير وإن مالك لكانت أو كانت من لكانت من كلام المعادني. واضح؟ فحذف اللام لاستغنائه بالشطر الأول معتمدا على مدحه لقومه في الشطر الأول فحذف اللام. وقد يقول بعضهم ضرورة شعرية، نقول نعم ضرورة ولكن المعنى لم يخل. لماذا؟ لوجود القرينة وهي المدح. نحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادني. شدد تقول وإن مالكا كانت كرام المعادني. واضح يا أخي؟ طيب الحين انتهينا من هذا البيت، نأتي البيت الأخير. يقول لك هذه اللام الفارقة إذا جاء بعد إن فعلا جاء بعد إن فعل فلا تدخل اللام عليه إلا إذا كان ناسخا. ناسخا يعني كان أخواتها أو كاد وأخواتها. لاحظ في القرآن، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي وإن تحويل القبلة كان كبيرة على النفس كذا إلا على الذين هدى الله. وهو نقول إن توكيدية، إن توكيدية ناء يعني مخفف إن، فهنا ليس لها عمل مثل التوكيد. وإن كانت أي هذا الأمر لكبيرة. لاحظ لو حذفت اللام وإن كانت لكبيرة ربما يفهم من ذلك ما كانت كبيرة فعندما جاءت اللام. وكذلك مثل قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لو حذفت اللام اخترت المعنى بالنفي، أي وما يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم. واضح يا أخي؟ إذن طبعا أقول لك ولا يلهز اللام، لا شلون البيت أوله؟ والفعل إن لم يكن ناسخا. نعم والفعل، ها شايف الفعل بعد إن توكيدية، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا، فلا تجده غالبا بإن ذي موصلة. طبعا شذ بعد الأفعال جاءت نعم في بيت يقولون شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة دياني. شلت بعضهم يقول شلت، أن الفعل هذا بعضهم يقول يعني هو في الأصل لا يبنى المجهول، بعضهم يرويه بالضم. والشاهد الذي جاء به إن يزينك إلا نفسك، أي لاحظوا إن الأولى بمعنى ما يزينك إلا نفسك، وإن يشينك لهي، أي وإن هي يعني وإنها لتشينك، وإن يشينك لهي. هنا دخل اللام على فعل غير ناسخ، شان يشين ليس من أخوات كان، ليس من أخوات كادة. الأصل أن تدخل اللام إذا كان الفعل بعدها ناسخا، هذا الأصل. كلام حتى الآن واضح يا شباب؟ نريد أن ننتقل الآن إلى أن، طبعاً أن لها أحكام أخرى. أعيد باختصار، إذا خففت أن فيجوز بقاء العمل ويجوز إهمالها ترك العمل، وهو الأولى أو الأقوى ترك العمل، لكن معناها يبقى للتوكيد. وحتى لا يلتبس المعنى أو يلتبس الأمر مع إن النافية نأتي باللام الفارقة لتفرق إن التوكيد عن إن النافية. وهذه اللام يجوز حذفها إذا فهم الأمر من السياق أو من قرينة الحال، يعني لم يكن هناك لبس. وهذه اللام إنما تصحب الأفعال الناسخة غالبا. الأصل تأتي لام فارقة بعد أفعال النواسخ. هذا باختصار ما جاء في الأبيات الثلاثة. تفضل، من يريد أن يقرأ الآن؟ أقرأ أنا. تفضل يا أخي تفضل. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر. وإن تخفف أن
وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. أي إن تخفف أن بفتح الهمزة استكن اسمها، أي كان ضميرا مستكنا، والجملة الواقعة بعدها هي الخبر. ويمثل هذا المعنى قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. وأن سيكون دقيقة يا أخي، علم أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى. وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا. محل الفائدة ما ذكر جوابا للشرط الواقع في قوله وإن يكن فعلا إلى آخره. فمتمم الفائدة قوله: فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو. وقليل ذكر لو. نعم تفضل. فمن الفصل بقد قوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا الآية. ومن الفصل بالنفي قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ومن الفصل بسين التنفيس قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. ومن الفصل بلو قول الحكيم للأحمق: أن لو اتخذت المجد والشرف شعارك لست الناس أجمع. وخففت كأن أيضا يكفي يا شيخ، الله يعطيك العافية بارك الله فيك، عافاكم الله. نزع البيت الأخير لي يعني بحث يعني قارئ آخر. إذا الحين هذه الأبيات الثلاثة أيضا تتحدث عن تخفيف النون من أن المفتوحة الهمزة. لاحظ هنا عندما تخفف أن عملها يبقى، وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني يصبح اسمها ضميرا مستترا أو يسمى ضمير الشأن. واضح؟ لا يبطل عملها، لاحظ. ومعناها التوكيد أيضا، معناها قائم. ولكن ركزوا معي هنا، اللي يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن، والخبر يجب أن يكون جملة، يجب أن يكون خبرها جملة. إذن وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر يجعل جملة من بعد أن. الحين هذه الجملة هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ لاحظ الحين سيشرع أو يشرح في البيت الذي يليه. يقول لك: وإن يكن فعلا، يعني جملة فعلية، إن يكن فعلا ولم يكن دعاء، إذن يمكن أن يكون فعلا دعائيا يعني طلبيا، ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني ممكن يكون جامد. إذا في هاتين الحالتين يأتي الخبر من غير فاصل، من غير فاصل. مثلا: وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ونقول أن مخفف من أن، اسمها ضمير الشأن مستتر، وأنه جملة عسى، جملة عسى في محل رفع خبر، هنا لا نحتاج الفاصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واضح يا أخي؟ أي وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الفعل الجامد. طيب الحين ننتقل إلى الشيء المستطيل أو الكثير، وهو إذا لم يكن الفعل دعائيا أو لم يكن جامدا ماذا نفعل؟ هنا قال: يحسن الفصل بأحد الفواصل الخمسة التي ذكرها في البيت الأخير. فالأحسن الفصل بقد، الفصل الأول قد، أحسن الفصل بقد أو نفي. النفي راح سوف نرى إما بيكون بما أو لا، أو نفي لو. تنفيس، التنفيس يشمل سين وسوف، وأخيرا لو. هنا هو معدودات أربعة، إذا فصلت سين عن سوف تصبح خمسة. النفي يعتبرون ما ولا بمنزلة واحدة. طيب طبعا كلها أظن وردت شواهد عليها من القرآن. لاحظوا النفي أول شيء، قد، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. تذكرون في بحث القطر عندما تكلم عن أن الناصبة قال يشترط في أن الناصبة ألا تقع بعد علم
إذا وقعت أن بعد علم ليست ناصبة من الحروف الناصبة تنصب مضارع، وإنما هي مخففة من أن. إذا خذها تذكروا هذه القاعدة. ولكن بعد ظن قال فيها قولان، أما بعد علم وأخواتها لا تقع أن الناصبة وإنما تأتي أن مخففة. واضح يا أخي؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، فلاحظ هنا أن مخففة. طيب وين الخبر؟ الخبر أبلغوا، فقال ما يصح في اللغة أن نقول ليعلم أن أبلغوا، فماذا جاء بقد؟ أي ليعلم أنه قد أبلغوا رسالة ربهم، أو أنهم قد أبلغوا رسالة ربهم. قال ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أنه قد صدقتنا في سورة المائدة. طيب فالأحسن الفصل بقد أو نفي. نفي ذكر هنا مثال أو شاهد، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. هنا الرؤية هذه رؤية قلبية، رؤية قلبية، فجاءت أن مخففة، ولا لاحظ نافية، ويرجع فعل مضارع مرفوع. بينما في سورة المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة، على قراءة حفص بنصب اعتبروا أن ناصبة. أظن في قراءة أخرى في سورة المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة، أظن أنه في قراءة. لذلك ابن هشام بالقطر ماذا قال؟ وبعد ظن وحسب وجهان، يمكن أن تكون بعد حسب ناصبة كما ورد في قراءة حفص، ويمكن أن تكون مخففة كما في بعض القراءات الأخرى. واضح يا أخي؟ طيب أنا أبحث عن شاهد أنه النفي يكون بما، ما أقوى. لماذا؟ لأن قالوا ما حاجز حصين يمنع ما قبله من العمل فيما بعده وبالعكس، بينما لا ليست بهذا الحاجز الحصين. لاحظ قد تأتي الناصبة ويأتي بعدها لا النافي. أقول لك مثلا طلبت منك ألا تضيع الوقت، أو ألا تضيع الوقت، أو تضيع الفرصة. واضح يا أخي؟ فيمكن أن ناصبة تعمل بالفعل بعدها وموجود لا، مع وجود لا معها أو بينهما. طيب إن شاء الله نحاول نأتي بمثال على ما. طيب بعد ذلك إذا نحسب الفصل بقد أو نفي أو تنفيس. تنفيس في القرآن الشواهد كلها على سوف، علم عفوا الشواهد على السين، علم أن سيكون منكم مرضى، أي السين. وفي شواهد أخرى وأن طيب في مرة جبنا الشاهد ببحث القطر على سوف، أبيات ذكرنا أنها لقصة بن ساعدة، بعض الأخوة كان موجودا وصحح قال لا لرئاب الشني أو غيره، فيقول في الأبيات بأن سوف يلحق أخرانا بأولانا في بداية الأبيات، ثلاث أبيات يقول في أولها طيب إن شاء الله حاول أيضا تذكر هذه الأبيات. الشاهد أن سوف يلحق أخرانا بأولانا، أي تقدير أنه سوف يلحق أخرانا فاعل بأولانا. طيب إذا هذا نعم الشاهد على السكين تفضل. هذا لأمية بن أبي الصلت، وقد علمنا نعم. أن العلم ينفعنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا، وقد عجبت وما بالموت من عجب، ما بال أحيائنا يبكون موتانا. هذا البيت الذي نريد أن نحفظه، ولقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا، أي أنه سوف يلحق أخرانا بأولانا. إن شاء الله بس بعد أن ننتهي من البيت الأخير نعود إلى الإعراب ونركز في هذا الشواهد. الحين باقي عندي لو، شو لك والأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. بالقرآن أيضا طبعا الشارح جاء بقول بعض الحكماء للأحمق، أظن طبعا هو قول ليس بشيء ببيت من الشعر. أظن بالقرآن في عندنا علو، ولو استقام على طريقتي
لأسقيناهم ماء غدقا، أي وأنه لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بس لو هذه تشعر أنها شرطية، أنا أبغى أشوف في هناك شيء غير لو الشرطية تأتي والأمية لو الشرطية. الشاعر أو المثال الذي جاء به الشارع سيد حمزة قول الحكيم، أعد لي قول الحكيم. نعم، هنا قال من قول الحكيم للأحمق أن لو اتخذت المجد والشرف شعارك لست الناس أجمع. أن لو اتخذت، بدأ بأن شرطية. إيه بس هذه يعني هون فيها مشكلة، يعني الشاهد هذا والمثال، نحن نعلم أن المفتوحة لا يبدأ بها الكلام، واضح أخي؟ يجب أن يكون قبله كلام. يعني لو اتخذت، يعني سواء قلت أن مخففة أم مثقلة فهي أن بالأصل، أن وأن المفتوحة كما مر معنا لا تأتي بأول كلام، في بدء الكلام يجب كسرة بست إن. فإذا هنا هذا الشاهد أو المثال يحتاج إلى مراجعة، أو ربما يكون قبله كلام. أنا اتخذت العلم شعارا لست الناس أجمع. طيب الحين باقي عندنا بيت واحد نختم به المجلس ونتجه إلى التطبيق. طيب من يريد أن يقرأ البيت الأخير؟ نعم سيدي، تفضل يا أبو خالد. وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها منصوبها وفاء منصوبها وثابتا أيضا روي. فمن الإضمار ما يقال في عفيف النفس كأن يرى المعزة ذلة، كأن يرى المعزة ذلة. ومن ثبوته في نظم الكلام ما يقال في وصف بعض الكرام من العرب كأنك ربيع وغيث مربع. بس كأن، مو كأنك، بدك تأخذها بالتخفيف، كأنك. نعم نعم صحيح، كأن نعم كأن كأنك كأنك ما هيك؟ نعم نعم ما شاء الله. يعني هو لم يشرح، سامح الله المؤلف أو الشرح، لم يشرح معنى البيت قبل أن يأتي بالشواهد. هنا يقول وخففت كأن أيضا فنوي منصوبة، بمعنى كأن بالتشديد النون تأتي في لسان العرب وخففتها فتصبح كأن. في هذه الحالة إذا خففت فإن عملها باق، فإن عملها باق. ولكن ماذا يحدث؟ لاحظ معناها التشبيه باقي معناها وعملها، فاسمها منصوبها هو الاسم، فيقول لك نوي يعني قدر أضمر، ويمكن يأتي ثابتا. إذا كأن الأصل إذا خفت كأن أصبحت كأن، بقي عملها ولكن بشرط أن يكون اسمها ضميرا، اسمها ضميرا، هذا الأصل. لذلك قال لك وثابتا أيضا روي، فالأصل أنه يضمر ولكنه ورد بعض الشواهد على مجيئه ظاهرا. الحين ما هو مثلا الشواهد على الإضمار؟ قالوا في بيت مشهور كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، أي كأنه، لاحظ كأنه لم يكن، فاسمها ضمير الشأن المحذوف، والجملة لم يكن إلى آخر البيت هي الخبر. وأيضا عندنا بيت ورد في كلمة تقرأ بثلاثة أحوال، هذا البيت الذي اختلف فيه وعدوه شاهدا. يقول الشاعر في وصف المحبوبة ويوما توافينا بوارق السلم، عفوا، ويوما توافينا بوجه مقسم أو مقسم كأن ظبية أو كأن ظبية أو كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. إذن ويوما توافينا بوجه مقسم أو مقسم حسب لفظ البيت، أنا ما أذكر عن الوزن، كأن ظبية أو ظبية أو ظبية تعطو إلى وارق السلم. طيب إذا جينا إلى هذا البيت، لاحظ إذا قلنا كأن ظبية فهنا قالوا على مجيء اسمه، بس مجيء اسمها ثابتا أو ظاهرا، أي كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمي.
فضربت أن تصبح اسم كأن المخفف وجملة تعطو هي الخبر. طيب إذا قلنا كأن ضبية، قال هنا الشاهد فيه على مجيء اسمها ضميرا، أي كأنها ضبية أو كأن الشأن ضبية تعطو إلى وارق السلمي، فضبية تصبح هي الخبر وجملة تعطو تصبح صفة. طيب كأن ضبيتين ماذا نعرف؟ قال هنا اعتبروا أن زائدة والكاف حرف جر تقدير كضبية تعطو إلى وارق السلمي. طيب في شاهد آخر يقول لبيد يمكن أو من شاهد الطرف أو غيره يقول أدف الترحل، يمكن البيت يمكن لبيد والله أعلم، أدف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي قال هون التقدير وكأن قد زالت، يعني قد المذكورة تنبئ عن جملة الخبر المحذوف وكأن مخففة أي كأنها قد زالت. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي وكأنها قد زالت، هذا أيضا شاهد على تخفيف كأن واسمه ضمير شأن مستكن محذوف أو المستتر والخبر جملة. على تصح الآية شاهدا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. طبعا هي يعني أحيانا لما يسجدوا بالأبيات حتى لا يعدوا أن القرآن جاء بشيء لم تقله العرب. أحسن بارك الله فيه. هذا في القرآن كان فيه أكثر من آية، أنت جبت آية سورة النساء ماذا؟ كأنها بسورة يونس كأن لم تغلب الأمس. نعم صح؟ نعم القرآن موجودة. أحسن بارك الله فيك. البيت للنابغة، البيت للنابغة أزف الترحل غير أن كما ذكرت أنا غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكان قدي صح؟ صحيح بارك الله. طيب هل هناك سؤال يا شباب حول هذا الموضوع؟ يعني أظن أنه موضوع وإن كان جديدا غير مطروح في المدارس في المناهج المدرسية، ولكن لما حضر معنا بحث القطر يشعر أنه الآن يراجع معلوماته، يعني مرت هذه المعلومات كلها في بحث القطر ولم نزد شيئا عليها اليوم، يعني فقط من باب المذاكرة والمراجعة. الحين في أي سؤال قبل أن ننتقل إلى الإعراب؟ طيب أستاذ حمزة اكتب لنا هذا البيت حتى يعربه أخونا ملهم. الشرط الأول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة السامر. أظن هذا البيت لم نعربه من قبل. تفضل أستاذ ملهم أعرب الشرط الأول. نعم كأن حرف مشبه بالفعل. نعم. مخفف. نعم تمام. مخفف من كأن. مخفف من كأن. نعم. مبني على السكون لا محل له من إعراب. واسمه ضمير الشأن المحذوف نقول. نعم محذوف يعني مستتر بمعنى كأنه. تمام. لم حرف جزم ونفي وقلب. تمام. يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر. صنع الفعل يكون هل له ميزة أخرى أم هكذا؟ نعم فعل مضارع ناقص مبني مجزوم بلم وعلامة جزم السكون الظاهر. نعم ويصح نقول في غير هذا الموضوع نقول كأن لم يكن صح يا أستاذ ملهم. نعم تحذف هذا الحذف جائز وليس بواجب ولكن جوازه خلنا في له شروط. تفضل. نعم بين ما كان البيت بين الحجون إلى الصفا بين ظرف مكان منصوب على تصريف الفتحة الظاهرة. نعم. الحجون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة إلى اسم مجرور
إلى إلى هي حرف جر. إلى حرف جر. نعم نعم حرف جر. إلى الصفا اسم مجرور بإلى وعلامة جر هي الكسر المقدر على الألف للتعذر. نعم. والجار والمجرور والظرف متعلقان بالفعل يكون. لا لا ما يصح نعلق فعل ناسخ ما يصح يا أخي. كأن لم يكن. ماذا تريد أن تعلم أنيسون؟ هذه في الشطر الثاني ليس. ما ممكن يعتمد البيت. نعم. كأن لم يكن بين الحي إلى الصفا أنيسون ولم يصبر بمكة السامر. أنيسون. أنيسون خبر كأن اسمها مؤخر. نعم. مين تكلموا له ولا في أحد يساعده؟ أبو عامر. أبو عامر. أنيسون خبر. لا مو خبر. أنيسون أنت شيء لم يكن تقول. نعم. بين الحجوم إلى الصفا أنيس. كان تقول بين الشجرتين رجل. واضح؟ نعم. لم يكن أنيسون بين. نعم. تقدم الخبر تقدم الخبر وجوبا لأن مبتدأ نكرة. واضح يا أخي؟ فقلت لكم سابقا إذا أنا عندي جملة فيها تقدم الخبر واجب سواء دخلت إن أو دخلت كان هذا لا يلغي الوجوب. نعم. يعني أنا عندي جملة في البيت رجل أدخل كان ما بصير أقول كان رجلا في البيت ولا يصح أن أقول إن رجلا في البيت. واضح يا أخي؟ لماذا؟ لأن هما عندما أوجبوا تقديم الخبر لمنع التباس الخبر بالصفة لتمام المعنى. نعم. فإذا سواء أدخلت كان أو أدخلت إن على الجملة المعنى لا يتغير ولو قدمت وأخرت التبس الخبر بالصفة. لذلك أنت ولا حتى لا يلتبس عليك المعنى احذف يكون قل بين الحجون إلى الصفا أنيسون جملة اسمية صح؟ صحيح. صحيح. أدخلت كان قلت كان بين الحجون إلى الصفا أنيسون كان بين شجرتين رجل. واضح؟ فكان ماذا تفعل؟ ترفع الأول وتنصب الثاني. الأول متأخر هو هو اسمها متأخر وجوبا. طيب الظرف إذا نعلق الظرف بخبر محذوف تقديره كائن. نعم. واضح يا أخي. والجار مجرور كذلك. والجار مجرور كذلك. بارك الله. الحين أبو عامر أكمل إعراب البيت يا أبو عامر. نعم. ولم الواو حرف عطف لم. نعم. حرف نفي وجزم وقلب. بارك الله فيك. نعم. يسمر من السمر فعل مضارع مجزوم وعلامة مجزوم بلام مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون بمكة الباء حرف جر. نعم. مكة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة مجرور بالباء بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. الفتحة بدلا من الكسرة وضع الكسرة لأنه ممنوع الصرف. أكمل ما المانع له؟ المانع له على اسم على وزن فعلة. لا. أو أنه اسم أعجمي. اسم أعجمي نقول العلمية والعجمة. العلمية والعجمة. أيوة. إذا كان أصله عربي فنقول العلمية والتأنيس إذا اعتبرنا أنه في فعل عند مكة يمك مثلا فيصبح من العلمية والتأنيس. نعم. تفضل. نعم. سامر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تمام. الحين نريد إعراب الجمل. أنا يعني أخذت كلمة من منك إلى أخيك فأريد أن أعوضك عنها بإعراب الجمل من أول البيت إلى آخره. تفضل. ما شاء الله أحسنت إلي. بارك جزاك الله خيرا. نعم. كأن كأنه لم يكن كأن جملة اسمية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ابنك تقول بس كأن مع اسمها وخبرها اسمها ضمير الشأن وخبرها الذي سيأتي لدينا الحين حتى. نعم. تكتمل الجملة. تفضل. لم يكن جملة فعلية. إيه بس أكمل جملة قل لم يكن بين حجون الصفا أنيسون يعني ضعها بين قوسين. نعم. حتى على أول جملة إلى آخر. بين الحجون إلى الصفا أنيسون جملة فعلية في محل نصب اسمها عفوا رفع اسمها.
رفع خبر ان اسمها ضمير شأن. انا عفوا اخطات رفع خبر و ايه. بعدين لاحظ ابو عامر اسم كان هو المبتدا، والمبتدا لا ياتي جمله، يعني اتفقنا ان الفاعل وايضا نائبه والمبتدا لا تاتي جمله، هذه في يعني اصح الاقوال. واضح يا اخي؟ انا تمام يعني القصد في اللاوعي عندي انه في محل نصب خبر. لا اقول لك هو مو نصب خبر، هو شو قلنا الجمله هون في رفع خبر كان رفع خبر كان. نعم. حتى لا نقع في هذا اللبس مره ثانيه، ركز دوما، الاسم اسم كان او اسم كان هو في منزله المبتدا، والمبتدا لا ياتي جمله، فاذا لا ياتي اسم كان ولا ياتي اسم ان جملة. واضح يا أخي؟ هذا باتفاق. الخلاف واقع في الفاعل ونائب الفاعل، بعض النحات أبى أن يكون جملة، وبعضهم جوز لوجود الشواهد من القرآن الكريم. واضح يا أخي؟ ولم يسمر بمكة سامر جملة فعلية معطوفة على جملة في محل رفع، فهي في محل رفع. إذا نقول جملة لم يسمر بمكة سامر جملة فعلية في محل رفع لأنها معطوفة على جملة الخبر. تمام. طيب الحين نريد أن نأخذ البيت الآخر. طبعا البيت الأول اللي ذكرناه أظن أننا أعربناه في دروس القطر، وهو نحن أبات الضيم من آل مالك. نعم. الحين ما رأيك أن نأخذ هذا البيت؟ ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمي. أظن هذا البيت لم نعربه من قبل. تفضل دكتور رشاد، أعرب لنا الشطر الأول. الواو حسب ما قبلها. تمام. يوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. توافينا توافي فعل مضارع مبني مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهور الثقل. نعم، ونقول مرفوع لتجد على ناصب والجازم أيضا، هذا أفضل. نعم، مرفوع لتجرده يعني الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهور الثقل. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. نعم، إذا لابد أن يكون هناك بيت قبله يذكر فيه المحبوبة، فجاء الفاعل ضميرا يعود عليه. نعم تفضل. نعم. ونا ضمير نعم. متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بارك الله فيك. بجسم نعم. الباء جرف حرف جر. بوجه مقسم. بوجه الباء حرف جر، وجه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تمام. والجار والمجرور متعلقان بتوافي. ممتاز. مقسمي صفة لوجه مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. طيب أستاذ دكتور عفو الرشاد، هاي بدنا نسألك سؤال عشان حتى نرى الطلاب الذين يخطئون في الإعراب. بوجه مقسمي، هل هناك وجه أن تقول يعني في إعراب مقسم مضاف إليه؟ ما رأيكم؟ لا ما بصير مضاف إليه لأن وجه في تنوين. أحسن. إذن يا شباب ركزوا معي، إذا كان الاسم الأول فيه تنوين أو فيه أل فلا يصح أن يأتي ما بعده مضاف إليه ولو كان مجرورا. هنا يجب أن ننتبه، إذا لم نفهم المعنى يجب أن نحفظ القواعد، يعني هي أصل الإعراب المعنى يتبع المعنى. إذا إنسان ما فهم معنى الكلمة ما فهم معنى الجملة فأقل ما يحفظ القواعد إنه هنا تنوين يمنع إضافة، أل وجود أل في الاسم الأول يمنع إضافة ما بعده إليه. بارك الله فيك، ممتاز دكتور. طبعاً عندنا في البيت هنا جملة واحدة، ماذا نعربها؟ توافينا ابتدائية، لا توافينا بوجه مقسمي. إذا قلت الواو حسب ما قبله فلا أقول جملة حسب ما قبله، ولكن لاحظوا التنوين في يوماً ليش أنا نونت حتى لا يظن أنه جملة بعده في مضاف في محل جر إضافي. نعم. الظرف يوماً متعلق بالفعل توافينا، ولكن الشاعر قدم الظرف على الفعل كما قلنا العرب تتساهل في الظرف والجر ما تتساهل في غيرهما، يجوز تقديمهما يجوز توسطهما بين يجوز اعتراضهما بين
متلازمين، واضح؟ هنا للمبالغة قدام اليوم، فقال يوما توافينا. لو حذفت التنوين لا اختلف المعنى. تفضل. لذلك سألت ويوما أم ويوما؟ لو كانت ويوما للوزن، الوزن يخترب لو قلت يوم توافينا يخترب. هكذا أحفظه. طيب جزاك الله خير. الحين الشطر الأخير، كان ظبية تعطوا إلى وارق السلمي، كان مخففة من من الثقيلة. نعم. مبني على السكون في لا محل لها من الإعراب. تمام. ظبية اسم كأن منصوب، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. تمام. تعطو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها. تعذو لا الواو الثقل. الثقل الواو. نعم. تعطو والفاعل ضمير مستتر تقديره، ضمير مستتر جوازا تقديره هي. تمام. الى حرف جر مبني على السكون. لا محل مبني على السكون. وارق، وارق السلمي. وارق السلمي. طيب وارق اسم مجرور بحرف الجر الى مجرور. نعم. على مجره الكسره الظاهره على اخره، وهو مضاف. السلمي مضاف اليه مجرور وعلى مجره الكسره الظاهره على اخره. نعم. والجار والمجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تعطو. تمام. طيب الحين اعراب الجمل، جمله تعطو ماذا نعربها؟ جمله تعطو ظبية تعطو صفة. هاي لأن ظبية نكرة صفة. ماذا قلت في إعراب ظبية؟ ظبية عرب اسمها، اسم كان اسمها. أي. طيب ماذا تحتاج هنا؟ كان تحتاج إلى خبر أو تحتاج إلى صفة؟ أيهما أهم؟ تحتاج إلى خبر. أي. كأن ظبية، أي كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمي. واضح يا أخي؟ طيب. بارك الله فيك. طبعا جملة كأن تصبح كلها، ماذا نعرف جملة كأن ظبية؟ هذه جملة اسمية. ويوما توافينا، توافينا بوجه مقتمي كأن ظبية. لا أعلم. سالي ها سالي. ويوما توافينا بوجه مقتمي، يعني عم توصف صفة؟ لا صفة لمين هون صفة؟ قبل ذكرت توافينا بوجه مقسمين كأن ظبية. لا للي توافينا. اي توافينا هون فاعل توافينا معرفي وليس نكرة حتى نقول صفة. واضح يا اخي؟ ايوه. حال لماذا نقول في عربية في محل نصب حال تقدير؟ اي يوما توافينا بوجه مقسمي مشبهة ظبية تعطو الى وارق السلمي، ونقول كأن تفيد تشبيه، فنستخرج أو نشتق من هذا الحرف اسما يفيد الحال، فنقول مشبهة ظبية تعطو إلى وارق السلمي. طيب جزاك الله خير أستاذ محمود. نريد أيضا ممن لم يشارك في الإعراب أن يعرب الشطر الذي أعربه أستاذ محمود على رواية الرفع. هل هناك أحد لم يشارك في القراءة والإعراب يريد أن يعرب؟ طيب أستاذ حمد أعرب لنا الشطر مرة ثانية به رواية الرفع. كان ظبية تعطو إلى وارق السلمي. تفضل. طيب هنا تصبح كأن مخففة من كأن. نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ظبية هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. تعطو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الظبية. إلى وارقي إلى حرف جر. وارقي اسم مجرور وعلام إلى وعلامة جره الكسرة والظاهرة. الجر مجرور متعلقان بالفعل تعطو. طيب. والسلمي مضاف إليه مجرور. سيدي الإعادة، إعادة الإعراب مرة ثانية يعني بس بي يعني أكمل يا أستاذ حمزة. أنت قلت كأن مخففة، قلت ظبية مبتدأ صح؟ نعم. طيب الحين
أنا سوف أخذ كما قلت كأن مخففة وضمت العرض مبتدأ واضح، والحين تعطوا فعل مضارع. الحين نبدأ بالأخير، جملة تعطوا ماذا تريد أن تعربها؟ جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر مبتدأ. طيب والجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية في محل رفع خبر لكأن. إذا عربتم الخبر كأن، أين اسمها؟ أنت لم تذكر اسمها في الإعراب. ضمير الشأن. أي يجب أن تقول كأن هنا مخفف من أو كأن مخفف من كأن الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، أي كأنها ظبية تعطو إلى وارق السلمي. طيب في هذه الحالة ألا يسعى أن نقول كأنها إذا اعتبرنا اسمها يعني ضمير الشأن المحذوف، ألا يسعى أن نقول ظبية خبر كأن، أم يشترط أن يكون يعني خبر جملة؟ كأن ابن عقيل هنا يعني لم يعطي إلا خيارا واحدا، وهو أن تكون يعني اسمها ضمير الشأن والخبر جملة اسمية. وهذا ما نريد أن نصل إليه يعني بشكل يقيني، يعني يجب أن نراجع في إعراب حجي عبد الحميد أو كتب النحو الأخرى، هل يجوز في هذه الحالة أنه تخفف كأن بالألفية بالماذا قال؟ وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي، لم يتكلم عن الخبر، واضح؟ لم يتكلم عن الخبر، يعني هل يجوز أن يأتي خبرها مفردا أم يشترط فيه جملة كما تكلم في إن عفوا في أن، قال وأن تخفف أن فاسمها استكن والخبر يجعل جملة من بعد أن. فأظن يعني والله أعلم ربما يعني ابن مالك الله يرضى عنه يعتبر الأمر بديهي، فمجيء كأن بعد أن اعتبر أن ما ثبت لأن من أحكام يثبت لكأن والله أعلم. هذه طبعا مسألة تحتاج إلى مراجعة، ربما يكون هذا هو الراجح وهذا هو القول يعني والله أعلم، واضح يا أخي؟ إلا إذا جاءنا الشاهد بفقط الرفع من غير تأويل جملة، نقول مثلا لو قلنا مثلا كأنه أسد، هل يصح نقول كأن أسد إذا كنت هناك ما يعني سبق يشير إلى الاسم؟ مثلا تقول جاء علي كأن أسد، أي كأنه أسد. إذا جاء هذا الشواهد فربما نقول بجواز مجيء خبرها مفردا، أما إذا لم يكن عندي شاهد صريح فحتى هنا يعني لاحظ عندما تقول ظبية مبتدأ، واضح؟ طيب ما الذي سوغ الإفداء بالنكرة هنا؟ هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، يعني لذلك أنا أرى ربما يكون اسمه ضمير الشأن محذوف وظبية خبر وهو أقوى. شو أعراب جملة تعطو بتصير؟ إذا اعتبرت خبر، إذا اعتبرت ظبية الخبر الجملة صفة لأنه نكرة. أيوة بس لاحظ معي الإشكال الذي أوردته هنا أيضا يرد على إعراب أخونا أستاذ محمود عندما قال مثلا كان ظبية، ظبية اعتبر اسمها، اسمها في منزلة المبتدأ، فلماذا هنا جاء المبتدأ نكرة؟ واضح؟ لابد لهم مسور. طبعا في بعض المنحات عندما فصلوا في مسوغات الكتاب نكرة عدوا منها أنه موصوف بصفة محذوفة، لاحظ موصوف بصفة محذوفة كما قالوا في مثلا ويل للمطففين، قال هون ويل تفيد التهديد أي ويل عظيم كائن للمطففين، بعضهم قال الدعاء سلام هي حتى مطلع الفجر أو سلام قولا من رب الرحيم، يعني بعضهم قال إذا أفاد الدعاء، فهنا هذه الأمور كلها ترد. وما أدري إذا كان هناك بعض يعني من النحات من ناقش هذه الإشكاليات أم لا، واضح يا أخي؟ نحن يعني نقول بالأسلم أن نقول يعني خبر طالما وردت الرواية بالرفع كأنها ظبية وتصبح جملة صفة، وهذا أقوى الأقوال. يعني حتى القول الثالث بنذكره الحين، إذا كان ظبيتين قالوا كاف حرف جر وأن زائدة، هل ورد ما يعني زيادة أن بعد الكاف أم هذا الشاهد اعتبره هو الحجة؟
ونحاة البصرة لا يعتبرون الشاهد الوحيد هو الحجة، لابد أن تتضافر الشواهد يعني حتى يعد شاهدا صحيحا. أما يقولون شاهد واحد يعتبرونه خلاف القاعدة، خصوصا إذا كان لغة لقبيلة أو لهجة لم تكن يعني القبيلة كلها تتكلم بهذه اللغة. وضحت مثلا يا شباب، طبعا نحن نرجو ممن لديه وقت إمكانية للعودة إلى المطولات الكتب مراجعة هذه الأمور، يعني لعلنا نستفيد إن شاء الله شيئا منها. في أي سؤال بعد؟ شو معنى تعطو؟ والله أنا يعني كنت أفهمها تعطو كأنها تمد رأسها نحو هذا الورق أو ورق السلام، بس يعني أظن إنه هذا معنى الكامزيني ما هو يعني ليس هو الصواب، كأنه مرة قد شرحها يعني ما أذكر يعني خلاف ما كنت أفهمه. أستاذ حمزة عندك واضح البيت؟ ابن عقيل شرح البيت ما معنى تعطو؟ لا، ابن عقيل ما أورد هذا البيت، لكن أنا استخرجته من يعني من مصادر أخرى، والرواية التي وجدتها بجسم مقسم. بجسم؟ آه. كتبته كذلك يعني. أيوة ما مشكلة. طيب بدي أنا الشرح يعني المصدر الذي استخرجته من البيت، هل شرحها معنى كلمة تعطو؟ الله سأرى. أي تفضل، لأنه هاي يعني أمر ضروري. أحيانا الإنسان سبحان الله أول ما يسمع الكلمة يتخيل معناها بذهنه يعني حسب السياق، فيرسخ هذا المعنى بذهنه وبعدها يسمع معناه الحقيقي سبحان الله ولكنه ينساه لأنه ثبت على الأصل كما تخيله في أول مرة. نعم، هنا قال تعطو أي تمد عنقها لتتناول وارق السلام. يعني إن شاء الله معناه يعني المعنى الذهني أول ما سمعته كان صحيح إن شاء الله. يا سيدي بارك الله فيكم جميعا. هل هناك سؤال قبل أن نختم المجلس؟ طيب، أولا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك فيكم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع بحث لنا في الجنس وعملها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، زودكم الله التقوى وجمعنا بكم على خير وردنا إلى ديارنا وأوطاننا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا يعني في مجلس حضوري في ساحات الحرم، في ساحات حمص، في ساحات في أرض يحبها الله، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا هيك بالفرج القريب وأن يفرج عن إخوتنا المشردين واللاجئين والمضطهدين، وأن يرد الجميع إلى قراهم وإلى بلدانهم وإلى بيوتهم معززين مكرمين، فهو على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.